بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة نهاية الأسبوع، لكن لسه عندنا أحداث وكواليس وتفاصيل سواء محلية أو دولية، لسه الأحداث متواصلة. والنهاردة بالتأكيد استمرار الجولة الأخيرة من مباريات المجموعات لكأس العالم. عندنا النهاردة مباراتين الساعة 5، مباراتين الساعة 9. النهاردة منتخبين عربيين، منتخب تونس منتخب السعودية، نتمنى لهم يا رب التوفيق والتأهل إلى مرحلة دور الـ16. كمان هنتكلم على الشأن المحلي، والنهاردة كان في حدث رياضي مهم جدا، توقيع عقد الرعاية بين الأهلي وبنك أبو ظبي الأول مصر، حفل عقد الرعاية الثاني بعد عقد الرعاية الأول لازم توقيعه الأسبوع الماضي مع شركة اتصالات وبالتأكيد كشريك تكنولوجي للنادي الأهلي وراعي رسمي للنادي الأهلي. النهاردة راعي آخر بنك أبو ظبي الأول مصر، وبالتأكيد النادي الأهلي بيشتغل في إطار مؤسسي وإطار تسويقي مختلف تماما، ورايح بالرياضة المصرية والكرة المصرية في إطار مميز جدا، سواء على المستوى الرياضي على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى التسويقي أيضا لما يملكه النادي الأهلي من شعبية وجماهيرية كبيرة جدا. حلقة فيها كواليس وتفاصيل كتيرة، والنهاردة هنتكلم كمان عن ليه المنتخبات الإفريقية متفوقة، خاصة منتخب السنغال بعد تأهله بالأمس بعد الفوز على الإكوادور 2-1 وتأهله إلى دور 16. لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، وسؤال حلقة النهاردة عايز أعرف توقعات حضراتكم لنتيجة مباراة تونس وفرنسا وأيضا لقاء السعودية والمكسيك. تونس وفرنسا بتتلعب في هذه اللحظات، والسعودية والمكسيك مساء اليوم حوالي الساعة 9 بتوقيت القاهرة. شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من توقعات حضراتكم للمباراتين تونس وفرنسا والسعودية والمكسيك. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الأهلي يوقع عقد الرعاية مع بنك أبو ظبي الأول مصر. كمان الفريق يستأنف تدريباته استعدادا لطلائع الجيش. وفي ترند المونديال، يوم حاسم للمنتخب السعودي في كأس العالم. طيب النهارده كان في مجموعه من المباريات، لكن نبدا بالتاكيد بمباريات كأس العالم. في نفس اللحظه اللي بتكلم معاكم فيها بدات مباراه استراليا والدنمارك، وايضا في نفس التوقيت عشان مباراه الجوله الاخيره تونس وفرنسا. بنتكلم عن مجموعه متشابكه، اكيد هنتكلم في سياق الحلقه عن بعض التفاصيل بمناسبه هذه المجموعه والمنافسه. نتمنى التوفيق يا رب للمنتخب التونسي اللي النهارده بيبدا معاهم في التشكيله الاساسيه نجم نادي الاهلي علي معلول. الساعه 9 ايضا مباراتين في توقيت واحد، السعوديه في مواجهه قويه مع المكسيك، وبولندا في مواجهه الارجنتين. طيب النهارده كمان كان استئناف مباراه الدوري وعوده مباراه الدوري من جديد، وكانت الساعه 3 الا ربع في مباراتين. حرس الحدود استضاف بيراميدز وخسر على ملعبه 0-1، قدر بيراميدز يفوز بنتيجه اللقاء والثلاث نقاط. ايضا البنك الاهلي على ملعب استاد القاهره الدولي خسر من انبي بنتيجه 2-3، وقدر انبي كمان يفوز بالثلاث نقاط، يبقى نتكلم ان انبي كسب وبيراميدز كسب. الساعه 7 الاتحاد السكندري على ملعب الاسكندريه هيستضيف فريق غزل المحله، ديربي سكندري مع غزل المحله، وان شاء الله نشوف مباراه ممتعه بالتاكيد. وزي ما انتم شايفين كل المباريات بتتلعب في توقيتات مختلفه تماما عن مباريات كاس العالم. دي مقدمه برنامج الترند، اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لابرز الاخبار والكواليس والمعلومات في فقره ترند الترند. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب فقره ترند الترند، وابرز حاجه معانا النهارده حفل توقيع عقد الرعايه بين الاهلي وبنك ابو ظبي الاول مصر. حفل التوقيع كان بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي واعضاء مجلس الاداره وجهاز الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، مارسيل كولر المدير الفني، وعدد من اللاعبين ولاعبي الفرق الرياضيه ومسؤولي البنك. النادي الاهلي اعلن بالتاكيد عن هذا التعاقد لمده 4 سنوات قادمه مع البنك الرسمي، ودي خطوه بالتاكيد جاءت ضمن اولويات الاستراتيجيه الجديده للنادي الاهلي في تسويق حقوق الرعايه وتحقيق اكبر عائد مالي بالشراكه مع الكيانات الكبرى في المجالات المختلفه، وذلك بالتعاون والتنسيق المثمر مع الشركه المتحده للتسويق الرياضي. النادي الاهلي بيسعى بالتاكيد من خلال هذا التعاقد الى تعظيم موارده الماليه لمواجهه حجم الانفاق المتزايد على انشطه النادي وفرقه الرياضيه والبنيه التحتيه. في المقابل يهدف بنك ابو ظبي الاول مصر الذي حقق نجاحات رائعه
على مدار السنوات الماضية إلى استثمار شعبية النادي الأهلي وأرقامه القياسية للوصول إلى أكبر قاعدة جماهيرية من العملاء. بإذن الله هيكون تعاقد وشراكة رائعة ومميزة بين بنك أبو ظبي الأول مصر مع النادي الأكثر ألقاب والنادي القرن الإفريقي والنادي الأكثر شعبية في المنطقة العربية وفي جمهورية مصر العربية، النادي الأهلي نادي القرن. زي ما شايفين القيمة التسويقية والعلامة التجارية للنادي الأهلي بتكون مع أكبر الشركات وأكبر الرعاة في منطقة الشرق الأوسط، سواء في الحفل السابق أو الحفل الحالي، وهناك مزيد أيضا كمان من عقود الرعاية الذي سيتم الإعلان عنها والتوقيع عنها خلال أو التوقيع بالنسبة لهذه العقود خلال الفترة القادمة. ضمنا في الصورة الكابتن محمود الخطيب وإهداء تي شيرت النادي الأهلي لمسؤولي بنك أبو ظبي الأول مصر، وشفنا قبل لحظات كمان توقيع عقد الرعاية ما بين مسؤول النادي الأهلي مع مسؤول بنك أبو ظبي الأول مصر، وده يدل على شيء، بيدل على حجم الاستقرار اللي بيعيشه النادي الأهلي كمان بفضل التعاون بين جميع عناصر المنظومة اللي بتكمل بعضها البعض، وده متمثل في الإدارة والأعضاء والعاملين والفرق الرياضية. كابتن محمود الخطيب كمان كان ليه كلمة مهمة جدا، وقبل ما اروح لكلمة الكابتن محمود الخطيب قال جملة في غاية الأهمية، لو حد ركز النهاردة في كلمة الكابتن الخطيب اللي انا هستعرضها مع حضراتكم دلوقتي. وجه الشكر إلى كل إعلامي أمين مخلص لعمله بيأدي واجبه من منطلق الحرص على رفعة بلده ويدعم مؤسساته الناجحة. رسالة مهمة جدا وواضحة ومباشرة من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. تعالوا نسمع ونشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية وقبل ما أدخل في مع حضراتكم في أي تفاصيل تخص مؤتمرنا، عايز بس أتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى على نعم كثيرة جدا أنعم بها علينا، ومنها نعمة الاستقرار والتعاون من كل منظومة العمل أو من كل منظومة النادي الأهلي، سواء كانت إدارة أو أعضاء أو جماهير أو عاملين أو فرق رياضية، لأنه لو ما عندكش منظومة بالحجم ده متعاونة محبة لبعض محبة للنادي وللكيان بتكمل بعضها كويس، أعتقد وجمهور كمان بيساند النادي وكيان النادي في المرة قبل الحلوة، وأعضاء بتثق فيك، مش ممكن تحقق كل النجاحات اللي اتحققت الحمد لله رب العالمين من إنجازات رياضية من إنجازات إنشائية أو مالية أو اجتماعية. وفضل الله سبحانه وتعالى التكامل والتلاحم اللي موجود بيننا أو بين كل الأجيال، والالتزام بقيم، ودي نقطة مهمة جدا، الالتزام بقيم وثوابت النادي هم اللي بيساعدوا أي مجلس إدارة يتولى المسؤولية في أنه يجتهد وبيبذل أقصى ما عنده علشان تستمر عجلة الإنجازات والبطولات، وبإذن الله هتفضل مستمرة بإذن الله سبحانه وتعالى. دلوقتي أحب أن أنا أرحب الأستاذ محمد عباس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، وبرحب بالحضور والإخوة الإعلاميين ولهم جزيل الشكر على مجهوداتهم معنا الفترة اللي فاتت، والشكر واجب لكل إعلامي أمين مخلص لعمله حريص على رفعة بلده داعم للمؤسسات الناجحة فيها. من أسبوع تقريباً كنا بنحتفل معاكم بالشراكة مع شركة اتصالات مصر، والنهاردة الخطوة الثانية في مشوار الرعاية، الحمد لله خطوة ناجحة بإذن الله تعالى إن شاء الله. التعاقد مع بنك أبو ظبي الأول مصر الراعي والبنك الرسمي للنادي لمدة 4 سنوات جاية إن شاء الله، خطوة مهمة، خطوة بتعكس ريادة النادي في صناعة الرياضة مش بس في مصر، في أفريقيا كلها. وزي ما قلت قبل كده وبقول تاني،
النادي الأهلي كيان كبير جدا جدا. الأهلي جاذب لكل الرعاة الباحثين عن الريادة والتفوق، ودايما الأهلي رقم واحد بإذن الله، دايما الأهلي رقم واحد في القيمة، ودايما الأهلي بيجي دايما في المقدمة. ولما الأهلي بيعمل أو يعني بيشترك في رعاية أو بيعمل رعاية أو شراكة، بتكون أو بيكون هدفه الأول الكيانات الكبيرة والمؤسسات الضخمة الكبيرة الناجحة. وبنك أبو ظبي الأول مصر اللي بنتعاقد معاه النهاردة واحد من أكبر البنوك في مصر، وإحنا سعداء بالشراكة، فعلا سعداء بالشراكة معاه، لأنه يملك رؤى وفكر، رؤى وفكر متطور وقدرات مالية. إحنا متفائلين، وكمان مع قدرات المالية بيملك كفاءات بشرية على أعلى مستوى، تقدر تقدم حلول تمويلية، ودي نقطة مهمة جدا في كلامنا معهم، في ان احنا يعني بنشترك معهم في بعض الرؤى، حلول تمويلية لخدمة اعضاء الاهلي وجماهيره. احنا متفائلين جدا بروح التعاون اللي لقيناه والرغبة في عمل شراكة مثمرة بإذن الله. وكمان يقدر بنك ابو ظبي من خلال جماهيرية الاهلي ان يصل لاكبر قاعدة من العملاء. في المقابل بإذن الله يقدر النادي الاهلي يحقق اهدافه التسويقية والمالية. الحمد لله اعتمدنا اكبر ميزانية في تاريخ النادي، 3,087,000,000 جنيه. الحمد لله برضو يعني حققنا فائض ميزانية 150,000,000 جنيه. لكن مش معنى كده، وده أمر مهم برضو لازم نبقى كلنا ندركه، يعني مش معنى كده ان احنا عندنا أرقام إيرادات كبيرة يا جماعة، لا. النادي الأهلي مصاروف كبيرة جدا جدا جدا. النادي الأهلي عنده 4 فروع، النادي الأهلي عنده فرق رياضية كرة قدم وفرق قطاع الناشئين وفرق النشاط الرياضي كله. النادي الأهلي لازم يصرف على خدمات الأعضاء. من هنا احنا محتاجين موارد مالية أكتر لمواجهة الانفاقات المطلوبة مننا، سواء على فروع النادي الأربعة أو على الفرق الرياضية والأنشطة المختلفة. مرة تانية أنا بشكر بنك أبو ظبي، وبشكر كل القائمين عليه، وكمان بكرر شكري للشركة المتحدة للتسويق الرياضي، المسوق الحصري لرعاة النادي، على مجهودها معانا الفترة اللي فاتت، ومش بس الفترة اللي فاتت، إن شاء الله المستقبل كمان بإذن الله، وإن شاء الله تكون شراكة ناجحة بين الكيانات الكبيرة اللي أنا اتكلمت عنها. في النهاية أو عايز أقول في النهاية يعني بكرر شكري أولا لله سبحانه وتعالى، وبشكر الدولة وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمها لكل المؤسسات الناجحة. كمان بشكر منظومة العمل في النادي. النادي الأهلي مجلس إدارة، مجلس إدارة ما بيشتركش أبدا في أي عمل تنفيذي، مجلس إدارة بيقوم بوضع سياسات. فأنا بشكر مجلس إدارة كل الزملاء، لأن كل واحد فيهم قام بدور يعني الحقيقة مساهم كبير جدا في أن يصل النادي للمرحلة اللي احنا واقفين عليها النهاردة. بشكر الإدارة التنفيذية من خلالها بقى الإدارة المالية، إدارة التكنولوجيا والمعلومات، إدارة الإعلام، الموارد البشرية، إدارة المشتريات، العلاقات العامة، وخلاف في حاجات كتير بقى تانية موجودة يعني. وعايز أقول لهم حاجة مهمة، مش معنى الإنجازات اللي احنا تمت، احنا سعداء بيها جدا، ولكن ده بتحملنا مسؤولية أكبر لكل اللي أنا اتكلمت فيهم، مجلس إدارة وجميع الإدارات بتحملنا مسؤولية كبيرة جدا، مسؤولية أكبر في الحاجات اللي جاية، في اللي جاي بتحملنا مسؤولية، علشان الأهلي مطلوب منه دايما أن يكون في المقدمة، وده يحتاج مننا أن احنا نشتغل أكتر وأكتر علشان نحقق طموح الجماهيرنا اللي أنا بشكرهم جدا، جماهيرنا وأعضاء النادي العاملين لثقتهم ودعمهم الدائم. مش عايز أطول على حضراتكم، بس في النهاية بشكر كل الناس الحضور جميعا، بشكر حضراتكم جميعا، وكمان نتمنى بإذن الله أن احنا يكون هناك شراكات أخرى تضيف للنادي الأهلي بإذن الله. بشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واحنا بنشكرك يا كابتن محمود الخطيب، وبنشكر مجلس اداره النادي الاهلي وكل العاملين داخل النادي الاهلي على هذه الصوره المشرفه لجماهير النادي الاهلي في كل مكان. انا مش بقولها بصفتي اعلامي ولا بصفتي صحفي، انا بقولها بصفتي واحد من مشجعي النادي الاهلي، واحد من مدرج النادي الاهلي. هي دي صوره النادي الاهلي، هو ده دور النادي الاهلي المؤسسي، هو ده دور النادي الاهلي الرياضي، هو ده دور النادي الاهلي المجتمعي في جمهوريه مصر العربيه، والدور الداعم لكل مؤسسات الدوله. والشكر الجزيل بالتاكيد للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دوره ودعمه للمؤسسات الناجحه. النادي الاهلي بيشتغل وبس، النادي الاهلي ما بيطلعش يتكلم كتير، النادي الاهلي بتشوفوا شغله على ارض الواقع، بتشوفوا الصوره اللي قدامكم دي هي دي الصوره اللي بتعبر بجد عن مصر امام المحافل الدوليه والمحافل القاريه وامام حتى اشقائنا في الوطن العربي. دي الصورة الجميلة لمصر اللي بتظهر من خلال شاشة قناة النادي الأهلي لكل المصريين سواء داخل مصر أو خارج مصر. دي الصورة اللي بتظهر لكل الشعوب العربية اللي مقيمة في الوطن العربي أو حتى أرجاء العالم في الولايات المتحدة الأمريكية. ده دور النادي الأهلي، ده الدور المجتمعي، الدور الرياضي، الدور الاقتصادي داخل جمهورية مصر العربية. النادي الأهلي ما بيتكلمش، النادي الاهلي بيشتغل، النادي الاهلي بيحاول يعمل صناعه للرياضه المصريه، بيحاول يعمل اقتصاديات لكره القدم المصريه، ده دور النادي الاهلي، وبالتالي هتلاقي النادي الاهلي بينجح لان النادي الاهلي بيشتغل وبس، لا بنعمل اجتماعات على الهوا، ولا بنعمل احاديث على الهوا، ولا بنتكلم في شيوخ، ولا لا لا الكلام كل الكلام الفاضي ده ما تلاقوش خالص لا في الاهلي ولا على قناه النادي الاهلي، بنشتغل لمصلحه البلد في المقام الاول ولمصلحة كيان النادي الأهلي. شكرا للكابتن الخطيب، شكرا لمجلس إدارة النادي الأهلي، شكرا لكل الشركاء اللي بيوقعوا عقود رعاية مع النادي الأهلي، شركة اتصالات مصر، شركة أو البنك بنك أبو ظبي الأول مصر، ولسه كمان عقود أخرى خلال الفترة اللي جاية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع، عندنا كلام مهم جدا وإطلالة على بعض التفاصيل المتعلقة بكأس العالم فيفا قطر 2022. طيب، مباريات كاس العالم امبارح انتهت الجوله الثالثه بالنسبه لمباريات المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه، وزي ما توقعاتنا منذ انطلاق البطوله تاهلت السنغال في المركز الثاني خلف هولندا، وايضا تاهل المنتخب الانجليزي منتخب انجلترا ومعاه منتخب امريكا، وبالتالي في مواجهه منتظره ما بين السنغال وانجلترا يوم الاحد القادم باذن الله، وفي مواجهه ثانيه هتكون ما بين هولندا وامريكا. بالتاكيد كمان النهارده وفي هذه اللحظات بتلعب مواجهات حاسمه، تونس ومواجهه فرنسا، تونس احرزت هدف لكن للاسف تقنيه التسلل لغت الهدف، وبالتالي ما زالت النتيجه التعادل السلبي بين الفريقين. في نفس التوقيت استراليا والدنمارك ما زال التعادل السلبي ايضا، وبنتكلم هنا الحسابات لسه متشابكه، فرنسا اتاهلت بست نقاط لكن في حال فوز تونس النهارده باكثر من هدفين مع تعادل استراليا امام الدنمارك ممكن تونس تتاهل بفارق الاهداف، لكن طبعا لو استراليا كسبت الدنمارك هيكون فرص تاهل تونس صعبه جدا، فبالتالي تونس تكسب فرق 2 على فرنسا ومستنيه نتيجه استراليا والدنمارك. في نفس اللحظات برضو او النهارده في نفس اليوم في مجموعه الرابعه بنتكلم على السعوديه والمكسيك، بولندا والارجنتين، يمكن المجموعه كلها متشابكه، بولندا 4 نقط بعد ما فازت على السعوديه، الارجنتين 3 نقط بعد ما فازت على المكسيك، السعوديه 3 نقط بعد ما فازت على الارجنتين، والمكسيك نقطه. السعوديه تكسب مش محتاجه تبص على نتائج اي مباراه ثانيه، تكسب تتاهل، وممكن كمان تتاهل في الصداره لو بولندا والارجنتين اتعادلوا، الارجنتين تكسب بولندا تبقى 6 نقط، والسعوديه تكسب المكسيك تبقى 6 نقط، وهنا نبص لفارق الاهداف مش المواجهات المباشره، حتى لو السعوديه كسبت الارجنتين ممكن المكسيك ممكن الارجنتين بالاهداف تبقى هي اللي في الصداره، وبالتالي لسه الحسابات متشابكه. طيب، امبارح السنغال كسبت وتأهلت، بس البعض شايف انجاز وتأهل السنغال لمجرد بس ان السنغال بطل افريقيا في النسخه الاخيره ومعاه مدرب وطني عامل انجازات طيبه. لا يا جماعه، بصوا كاس العالم المره دي في قطر 2022 في دروس كتيره قوي، اهم الدروس اللي احنا ممكن نستفيد بيها من هذه البطوله التخطيط. المغرب ما بتنجحش من فراغ، السنغال ما بتنجحش من فراغ، السعودية ونتائجها في البطولة ما جاتش من فراغ، حتى نتائج الكاميرون المتدهورة والنتائج الغريبة ده مش من فراغ، ده أكيد برضو لعدم وجود تخطيط في الاتحاد الكاميروني وفي تداخل في الاختصاصات ودور صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني مع سونج المدير الفني، وده ظهر لما تم استبعاد أونانا حارس منتخب الكاميرون. لكن السنغال
انا هلقي الضوء كده على الاتحاد السنغالي بقياده اوجستين سنجور رئيس الاتحاد السنغالي وعضو المكتب التنفيذي في الكاف والنائب الاول لرئيس الاتحاد الافريقي. عمل ايه مع الاتحاد السنغالي اخر 6 سنين بس عشان تعرفوا الناس لما بتخطط وبتشتغل ايه النتائج اللي ممكن تحصل على مدار السنين المتتاليه. منتخب السنغال كان وصيف امم افريقيا 2019 اللي اتنظمت في مصر. الجزائر فازت باللقب، السنغال كانت في المركز الثاني. طب البطوله اللي بعدها 2021 السنغال فازت بكاس امم افريقيا. يعني 2019 كانت وصيف، 2021 كان بطل كاس امم افريقيا، وبالتالي ده تخطيط. فرقه بيتم التحضير والتخطيط ليها على مدار 4 5 سنين، وصيف بطوله وبطل كاس امم افريقيا، اتاهلت كاس عالم، وصلت دور ال 16 وعندها حظوظ توصل لادوار ابعد من كده في مونديال الدوحه. طب ده على المستوى المنتخب الاول، هل الاتحاد السنغالي مركز مع المنتخب الاول بس ولا في تخطيط بجد؟ بصوا بقى كمان منتخبات الشباب. 2015 كان وصيف كاس الامم لبطوله الشباب، 2017 كان وصيف كاس الامم لبطوله الشباب، 2017 كان وصيف ايضا لبطوله الشباب، وبالتالي على مدار اخر 6 سنين 15 17 19 السنغال بتوصل فاينل كاس امم افريقيا للشباب وبتاخد المركز الثاني وبالتالي بتتاهل الى كاس العالم. طب في كاس العالم عملت ايه؟ في 2017 وصلت ثمن النهائي، في 2019 وصلت ربع النهائي. يعني الناس بتوصل فاينل كاس امم افريقيا في الشباب وفي الفريق الاول، وبتروح كاس عالم فريق اول، وبتروح كاس عالم فريق شباب. طب الناشئين، هل في الناشئين مفيش نتائج؟ لا، في نتائج كمان. وصلت ثمن كاس عالم ناشئين تحت 17 سنه في 2017. ده السنغال ناشئين وشباب ومنتخب اول. طب نروح للكره الشاطئيه، ما هو الاتحاد ما عندوش ناشئين وشباب ومنتخب اول، لا ده عنده كره شاطئيه وكره صالات وكمان كره سيدات. طب نروح للشاطئيه، بطل افريقيا للكره الشاطئيه 2016 2018 2021 2022. شوفوا السنغال بطل الكره الشاطئيه كام سنه وكم بطوله متتاليه، من 2016 ل 2022. ده تخطيط للاتحاد، ده تخطيط للاتحاد السنغالي. طب نروح للكره الشاطئيه بقى على مستوى العالم، لما راح كاس عالم وصل لفين؟ ما ممكن يقول لك تمثيل مشرف وخلاص، لا. في 2019 و2017 وصل ربع نهائي كاس العالم للكره الشاطئيه، ربع نهائي كاس عالم كره شاطئيه. طب في 2021 وصل نصف نهائي، يعني كمان بيتطور فيه على المستوى العالمي بالنسبه للكره الشاطئيه. طيب منتخب السيدات لمنتخب السنغال لاول مره بيصل الى الملحق النهائي للمؤهل لكاس العالم 2023، البطوله اللي جايه السنه الجايه. وصل للملحق لاول مره في تاريخ كره القدم للسيدات، السنغال وصلت لملحق المؤهل لكاس العالم. ده ايه؟ ده تخطيط، الناس دي بتشتغل وده تخطيط. وعلى فكره رئيس الاتحاد السنغالي هو عضو في المكتب التنفيذي، يعني مثلا مش وقته كله في الاتحاد الافريقي والدولي فما بيركزش مع الاتحاد المحلي، لا، الراجل عامل تخطيط جيد جدا وعارف الاهداف اللي ممكن يحققها مع الكره السنغاليه اخر 5 6 سنين، وبالتالي لما السنغال توصل دور ال 16 وتكسب الاكوادور اللي عملت نتائج مبهره في تصفيات امريكا الجنوبيه على حساب تشيلي اللي ليها تاريخ كبير وعلى حساب كولومبيا، لا يبقى السنغال تستحق انها توصل. لما تكسب بطل اسيا يبقى تستحق انها توصل، لما تعمل مباراه كبيره مع هولندا يبقى تستحق انها توصل، لما هتواجه انجلترا ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي انا متوقع السنغال هتعمل مباراه كبيره وان شاء الله ربنا يكرمهم ويوصلوا الدور الربع النهائي. دي الناس اللي بتخطط وبتشتغل. الحلقات اللي جايه هتكلم على المغرب عملت ايه، وهتكلم على السعوديه عملت ايه، حتى لو خرجوا على فكره، يعني حتى لو خرجوا المغرب لما تكسب بلجيكا ولما تتعادل مع كرواتيا وممكن تتصدر المجموعه، ده مش من فراغ، ناس بتشتغل وبتخطط بقالها بالظبط 5 سنين. جابت هيرفي رينارد 2018، عمل الجيل اللي حاليا موجود مع وليد الرجراجي. لما جه وحيد خليلوزيتش وعمل مشاكل، الاعلام كان ليه دور ان يجبر الجامعه الملكيه المغربيه بقياده فوزي لكجع ان يغير المدير الفني اللي تاهل لكاس العالم ويجيب مدرب وطني. ده دور الاعلام كمان اللي ممكن ينجح بلده ويخدم بلده. عندهم اعلام ما بيشتغلش لمصالح اشخاص، سواء في اتحاد محلي او في اتحاد افريقي او في اتحاد دولي، الناس بتشتغل لمصلحه بلدها، ده دور الاعلام اللي موجود بره، الاعلام المغربي هو اللي ساهم في التعاقد مع وليد الرجراجي وشايفين النتائج الايجابيه، هو اللي ساهم في عوده حكيم زياش، هو اللي ساهم في عوده حمد الله مهاجم منتخب المغرب عبد الرازق حمد الله، وبالتالي شايفين نتائج السنغال، شايفين نتائج المغرب، السعوديه بتخطط بقى لها اكتر من 6 سنين، جايبين مدرب عالمي بقى له 4 سنين او 3 سنين معاهم، عاملين دوري محترفين بجد.
قاعدة المحترفين الأجانب بزيادة بشكل كويس جدا في الدوري السعودي، تخطيط، الناس بتخطط عشان تشتغل عشان تنجح، وبالتالي أهلي جدة لما هبط في الدوري السعودي محدش قال نخفي قرار القيد ولا ده فريق ليه جماهيرية حرام ينزل درجة تانية، ده القطب الثاني في الكرة السعودية، مفيش الكلام ده، القانون بيطبق على الكبير قبل الصغير، عشان كده الكرة السعودية ناجحة، عشان كده الكرة المغربية بتنجح، عشان كده السنغال بتنجح. أعتقد وأتمنى إن دي دروس الناس في مصر تستفيد بيها، لأن مصر على المستوى القاعدة البشرية وعلى مستوى الفنيات والأمور المالية تقدر تحقق نجاحات أكتر من كده، بس بشرط الناس تشتغل بإخلاص لمصلحة البلد. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع وترند الأهلي ونشوف اللي كتب على الأهلي قبل مواجهة الجيش يوم الجمعة في الدوري العام. طيب النهارده الاهلي استأنف تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيره استعدادا لمواجهه طلائع الجيش يوم الجمعه في السابعه من مساء الجمعه على ملعب الاهلي بالتاكيد في استاد السلام. كلنا عارفين بالتاكيد الفتره الاخيره كان في توقف للدوري، الاهلي اول ما استأنف النشاط على طول بدا بمباراه المقاولين في كاس مصر، الحمد لله كسب ركلات الجزاء الترجيحيه، تاهل للدور نصف النهائي لمواجهه سموحه في منتصف يناير المقبل، وبالتالي الفترة اللي جاية الأهلي عنده كل 72 ساعة مباراة في الدوري، البداية هتكون مع طلائع الجيش يوم الجمعة. كانت في إصابات، كانت في غيابات، الحمد لله اطمأننا على ديانج، عاد عمرو السولية، ممكن نشوف بإذن الله أكرم توفيق في لقاء الجيش، محمد عبد المنعم عنده فترة قريبة إن شاء الله ويرجع للتدريبات الجماعية، أيضا محمود متولي، عمار حمدي قرب بنسبة كبيرة، النهاردة الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حراس المرمى الحمد لله جاهزين بنسبة كبيرة لاستئناف مباريات الدوري خلال الفترة اللي جاية. ونقدر نقول ماتش المقاولين كانت فرصة جيدة لمارسيل كولر، لو كان بيفكر في روتيشن بتغيير أكتر من 7-8 لاعيبة في المراكز أعتقد النظرية دي ممكن تتغير في الدوري الفترة الجاية. صحيح الراجل عنده حق إنه محتاج يعمل روتيشن بسبب الضغط المتتالي في المباريات، ولكن هيبقى بحسبة بسيطة أكيد في الفترة اللي جاية. لكن ترند الأهلي واللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره، لان اكيد في بعض الاجتهادات وفي بعض الاخبار منها الصح ومنها اكيد في اخطاء. نروح لترند الاهلي ونشوف اللي اتكتب. نبدا مع بعض حساب اليوم السابع، وده الحساب الرسمي على تويتر، قالوا تعرف على خطه كولر لمواجهه غول الاصابات في الاهلي. زي ما كنت بتكلم على اللجوء لسياسه التدوير في ظل الاصابات اللي ضربت صفوف الفريق، كولر قبل لقاء المقاولين اعتمد على تغيير 11 لاعب عشان ما حدش يتعرض لإصابة ويمنح بعض اللعيبة الفرصة، لكن ده جاي على الأداء والمستوى الفني اللي ظهر بالأهلي في لقاء المقاولين، وبالتالي كان الأهلي واجه صعوبة في الفوز على المقاولين اللي كان أكتر فريق جاهز في هذه الفترة وأكثر فريق عمل نتائج إيجابية آخر 5 أسابيع في الدوري اللي فات وأول 4 أسابيع في الدوري الحالي. لكن لقاء الجيش أعتقد كولر هيبدأ يغير فكرته، وممكن يغير بس في كل مباراة ما بين مركزين إلى 3 مراكز. طيب الوطن الرياضي وبيتكلموا على مصير حسين الشحات، حساب الوطن الرياضي على الفيسبوك قالوا الأهلي يحسم مصير تجديد عقد حسين الشحات تحرك رسمي. التحرك الرسمي طبقا للمصادر اللي قالت للوطن سبورت ان أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات في الأهلي تواصل مع حسين من اجل تجديد التعاقد والاتفاق على مدة التعاقد والراتب السنوي خلال الفترة اللي جاية. في كلام ان بينوي التجديد الأهلي مع حسين لمدة 3 سنوات قادمة، ولكن المعلومات الواردة من داخل النادي الأهلي حتى هذه اللحظة لم تؤكد أساسا فتح هذا الملف مع أي لاعب، ولا حتى فتح ملف شراء صفقات جديدة بخصوص الانتقالات القادمة في شهر يناير. لسه الراجل عنده مباريات مهمة في شهر ديسمبر، ومع اقتراب شهر ديسمبر هيبدأ يحدد أولوياته في الفترة اللي جاية، وهتكون على رأس الأولويات عقود اللعيبة اللي هتنتهي في نهاية الموسم، هيكون التجديد ليها قبل انتقالات يناير عشان يغلق هذا الملف مبكرا. نروح لاخر حاجه، كوره 11، لعدم تكرار ما حدث في الموسم الماضي حاله من الغضب العارم تسيطر على الخطيب تجاه نجوم الاهلي. طب انا اشك في الخبر ده بنسبه 100%، لان الكلام اللي مكتوب ان الكابتن الخطيب رفض انه يقعد مع اللعيبه وكلف الكابتن ساير عبد الحفيظ ان يقعد مع اللعيبه ويشوف ايه اللي حصل في ماتش المقاولين، وان الكابتن الخطيب يعني مش عاجبه الاداء اللي حصل، اكيد طبعا مش عاجبه الاداء اللي حصل، لكن الفريق الحمد لله تاهل. ففكره ان احنا نصدر المشهد بعد لقاء المقاولين ان في ازمه كبيره، لا ما وصلتش للشكل ده، واعتقد الاخبار اللي بالسخونه دي مش مطلوبه في التوقيت الحالي في ظل حاله الاستقرار اللي قالها الكابتن الخطيب في كلمته في حفل عقد الرعايه مع بنك ابو ظبي الاول مصر. اخرج الى فاصل
وبعد الفاصل نشوف ترند المونديال واخر فقره معانا في برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند، ونروح بسرعه لترند المونديال ونشوف ابرز الكلام اللي اتكتب بخصوص السوشيال ميديا عن كاس العالم فيفا قطر 2022. نبدا مع بعض ترند المونديال بحساب الصحفي المشهور فابريزو رومانو، الصحفي الايطالي، وده يمكن مسمينه في اوروبا صاحب التسريبات الشهيره ويكيليكس، الصحافه الاوروبيه الرياضيه. قال ان رونالدو اكد ان في عرض من النصر السعودي بقيمه 200 مليون يورو في الموسم، ولكن رونالدو لم يحسم الامر بعد وبينتظر حتى انتهاء مونديال كاس العالم، لانه بيركز حاليا على التتويج مع منتخب البرتغال. اللي كتبه النهارده رومانو على الاكونت الرسمي ليه على تويتر، كل الصحف العالميه تناقلته، لانه طبعا فابريزو ليه اخبار قبل كده وانفرادات عديده وبنسبه اكتر من 90% كلها بتبقى صحيحه. ففكره عرض النصر السعودي لانتقال كريستيانو هتبقى ليها ضجه كبيره جدا في الشرق الاوسط اذا تم بالفعل بعد مونديال الدوحه. الامر ممكن يكون له علاقه بالترويج كمان لاستضافه مصر والسعوديه واليونان لكاس العالم 2030. كل ده هنعرفه اكيد، والايام القادمه هتكشف عن الكثير من الكواليس، زي ما انتقل ميسي لباريس سان جيرمان وكان جزء من انتقاله لباريس سان جيرمان الدعايه والترويج لمونديال الدوحه اللي بيقام حاليا في قطر. نروح كمان لحساب كوره بلس، وقالوا ان الفيفا عاقب السنغال ب 10500 يورو بسبب حضور المدرب اليو سي سي فقط للمؤتمر الصحفي وعدم وجود اي لاعب قبل مباراه الاكوادور في كاس العالم. وده على فكره برضو حصل مع المنتخب الالماني، هانز فليك حضر لوحده، ما كانش فيه اي لاعب من المانيا، وتم توقيع نفس الغرامه لان دي لائحه معروفه لكل الاتحادات قبل كاس العالم. نروح لحساب بطولات، ونقل عن اذاعه مونتو كارلو الفرنسيه اللي كشفت عن اصابه كيليان امبابي في الكاحل قبل ساعات من مباراه فرنسا امام تونس، وان المدرب ديدي ديشامب فضل اراحته للحفاظ عليه فيما تبقى من مباريات كاس العالم. كنا عارفين ان فرنسا تاكد تاهلها في الصداره بست نقاط، وايا كانت نتائج الجوله الاخيره اللي بتتلعب دلوقتي فرنسا متاهله. لذلك حتى لو بصينا على التشكيل اللي بدا بيه ديدي ديشامب، مفيش ولا حد من التشكيله الاساسيه، يمكن ابرز لاعب احنا عارفينه فاران موجود في خط الدفاع، لكن طبعا كيليان امبابي مش موجود في التشكيله الاساسيه، وفي راحه لعدد لعيبه عشان المباريات اللي جايه. حساب كوره 11 نقل صوره مهمه جدا كانت حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره. كلنا عارفين ان الشاب الفلسطيني حسام سافاريني يمكن شال ابن بنت تيتي مدرب البرازيل، وطبعا تيتي لما اتكلم في المؤتمر الصحفي ودمع واتكلم ان المشهد ده اثر فيه بشكل كبير جدا، لان معروف ان احفاده وزنهم تقيل شويه وكان في واحد بينهم تعبان والتاني كان نايم، فبنته مش هتقدر تشيل الاثنين. فجه الشاب الفلسطيني وهو معاه علم فلسطين شال حفيد المدرب البرازيلي تيتي. تيتي اتكلم عليه وقدر على فكره بالمناسبه الشاب الفلسطيني ما كانش يعرف ده ابن مين، هو قام بهذا التصرف كده بشكل تلقائي. وانتم عارفين طبعا الهويه العربيه في الامور الانسانيه والمشاعر الانسانيه، شاف واحده معاها ولدين مش قادره تشيل فيهم الولدين، واحد نايم والتاني تعبان، فساعدها. فسبحان الله يطلع ده جده هو مدرب منتخب البرازيل، اتكلم عليه في المؤتمر الصحفي وحب يوصلوا له، وهو راح لهم وراح له التمرين، وتيتي اهداه تيشيرت منتخب البرازيل. ولقطه اعتقد من المكاسب المهمه جدا لاقامه كاس العالم في الدوحه في المنطقه العربيه، اعتقد البطوله دي اكدت تفاصيل مهمه جدا، وقدر الشعب العربي او الشعوب العربيه توصل رسائل مهمه جدا للغرب، سواء رسائل رياضيه او رسائل اجتماعيه رغم كل الشائعات اللي كانت بتتقال عن العرب في السنوات السابقه. طب حساب المنتخب السعودي وبيتكلم على النجم الظهير الايسر لمنتخب السعوديه ياسر الشهراني، الحمد لله خلاص تاكدت يعني استقرار حاله اللاعب بعد متابعه من الجهاز الطبي للمنتخب السعودي، خرج من المستشفى الحمد لله وهيخضع للمتابعه الطبيه اليوميه في المنزل. دعواتنا لياسر الشهراني بالسلامه والشفاء العاجل، الف مليون سلام عليك، وترجع باذن الله خلال الفتره الجايه نطمئن عليك كلاعب مميز جدا وعلى مستوى اخلاقي رائع جدا. المصري اليوم، وهنا برضو رساله ايجابيه وكلام مهم جدا من اشرف حكيمي الظهير الايمن لمنتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان، قال في تصريحات سابقه عن والديه واللي معاه حاليا في قطر، اسره اشرف حكيمي موجوده معاه في مونديال الدوحه، قال لا اخجل من ان والدي يعمل بائع متجول ووالدتي خادمه في المنازل، عمل بجد ولم يدخر جهدا لتربيتي في بيئه افضل.
ناس اشتغلت وتعبت، ولولا وجودهم وما قدموه من تضحيات ما كنت ما أنا عليه. ده مين؟ ده أشرف حكيمي، أبرز لاعب في المنتخب المغربي وأيضا كمان في نادي باريس سان جيرمان، نادي النادي الكبير في فرنسا وصاحب التاريخ الكبير في الدوري الفرنسي. طيب، السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، توقعاتكم بالنسبة لنتائج فرنسا وتونس والسعودية والمكسيك. طيب، أشرف يوسف بيقول مساء الخير عليك يا أستاذ محمد، أهلا بيك يا أستاذ أشرف. أتوقع فوز تونس 1-0 على فرنسا من أجل علولو، وفوز الأخضر السعودي 2-1 على المكسيك. كل التوفيق للمنتخبات العربية والإفريقية المشاركة في المونديال. نروح لأستاذ حسن مبروك بيقول فوز المنتخب السعودي وفوز فرنسا، لسه النتائج فيها تعادل سلبي حتى هذه اللحظة. أستاذ فتحي زيدان بيقول أتمنى فوز السعودية وتونس إن شاء الله على الرغم من صعوبة المباريات، وتحياتي لحضرتك وأسرة البرنامج معاك يا أهلي. تحياتنا لحضرتك يا أستاذ فتحي ولكل السادة المشاهدين واللي بيشاركوا معنا في الإجابة على سؤال الحلقة. إلى هنا نصل لختام حلقة اليوم من برنامج الترند. الأسبوع القادم بإذن الله نلتقي وحلقة جديدة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.